تأكيدات النجاح. لدي كل ما أحتاجه لكي أنجح. أنا متحمس. أنا قوي وسلوكي يتماشى مع حالتي الذهنية المتوازنة. كل شيء مما فعلته يخدم أهدافي دون التأثير على الآخرين. كل يوم أثق تماما في حدسي. أنا بصحة جيدة. أنا جميل. أنا حكيم. لقد خلقت لغرض القيام بأشياء عظيمة. أنا الشريك المثالي. أنا مغناطيس يجذب الوفرة في حياتي. الخوف هو مجرد شعور أتغلب عليه وأتقدم إلى الأمام. أنا ناجح في أي مجال من مجالات حياتي. أنا مؤدب ومحترم مع أي شخص ألتقي به. أنا الوحيد الذي يمكنه إيقافي. كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام هنا والآن. أنا أثق في نفسي وأنني أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن الموقف. أنا مخلص. أنا في سلام مع نفسي. أحترم نفسي وكل ما أفعله يهدف إلى تحقيق أهدافي. أنا منفتح الذهن وأستفيد بشكل كامل من جميع الفرص المحيطة بي. كل علاقاتي لها هدف وهي تحقق لي. اخترت أن أتفتح على جميع الفرص المحيطة بي. الازدهار يحيط بي. الرخاء يرضيني. يتدفق الازدهار نحوي. أنا قادر على القيام بأشياء مذهلة. أنا متوازن. كل ما أحتاجه يأتي إلي في اللحظة المناسبة. أنا قوي وحاضر في حياتي الخاصة. لا أستطيع تغيير شخص آخر، فأنا فقط أترك الآخرين على طبيعتهم، وأنا ببساطة أحبهم كما هم. أنا مرتاح للأشياء التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تحدث في حياتي، وأنا مستعد لأي تحديات. أركز على الخير في أي حالة. أعي أخطائي وأتعلم منها. أتخذ قرارات جيدة. أنا معجب بكل ما يحيط بي. أنا هادئ ومرتاح في أي ظرف من الظروف. أنا صانع حياتي الخاصة، فأنا أبني أسسها وأختار محتواها. أنا مليء بالطاقة، وأنا أنضح بالسعادة. أنا أعلى بكثير من الأفكار السلبية والأفعال المنخفضة. لقد أنعم الله علي بمواهب لا حصر لها وأستخدمها كل يوم. أنا أفصل نفسي بسلام عن الأشخاص السلبيين. أنا أتغذى دائما على الأفكار الجديدة والجيدة. أنا راض عن كل إنجازاتي. أنا شجاع ولطيف. أنا شخص إيجابي وحياتي مليئة بالازدهار. أنا فخور وكثير من الناس يعترفون بنتائجي. الشفقة تغسل غضبي وتستبدلها بالحب. لقد أنعم الله علي بالصحة، الرضا والطمأنينة. أنا غير قابل للتدمير. أشع سحر الجمال والنعمة. أنا في سلام مع كل ما حدث وسيحدث في حياتي. أنا إنسان رائع. أنا فخور بكل ما أنجزته حتى الآن. أشعر أنني بحالة جيدة في جسمي. كل جمال الكون يكمن بداخلي. أنا أثق في نفسي لخلق حياة رائعة. أنا طموح. أنا مستعد لتحمل المخاطر. أقبل الخبرات الجديدة. أنا فضولي لأنني أريد دائما تعلم المزيد. أنا ممتن لحياتي. أنا دائما سعيد حول الناس. أنا أحب نفسي بشدة. أنا قادر على تحقيق أشياء عظيمة في حياتي. أنا مرتاح لكوني وحدي في شركتي الخاصة. صوتي الداخلي إيجابي دائما في أي موقف. أستطيع أن أفعل كل ما أضعه في بالي. أنا أثق بنفسي تماما.
أنا إيجابي، يمكنني بسهولة أن أقول لا عندما أحتاجها. أنا منتج، أنا أتحكم في كل جانب من جوانب حياتي. أنا شخص أعمل بجد، أجد أنه من السهل العمل باستمرار وأن أكون منتجا. أنا موثوق به تماما، أفعل ما أقوله. أنا شخص محاط بأشخاص يشجعون ويدعمون الخيارات الصحيحة والجيدة. أنا متناغم مع الليل والنوم الذي سيأتي معه. أنا آمن وهادئ وسلمي، كل أفعالي وأفكاري مليئة بالحب واللطف. أنا منظم ومنضبط. أنا على علم بكل ما يحدث حولي. أدخل بشجاعة هذا العالم المليء بالإمكانيات والسعادة اللانهائية. أنا أتعلم باستمرار. الثروة تأتي باستمرار في حياتي. تركت التفكير في الفقر وأعتنق تفكير الوفرة. أنا أستحق كل شيء جميل. أنا أتقبل كل الثروة التي تقدمها الحياة. أنا أحمد الله على كل نعمه. أنا في سلام مع كل ما أفعله. أنا قادر على التعامل مع النجاح الهائل بنعمة. أنا مغناطيس قوي للوفرة والسعادة. أنا ثري للغاية. أسعى وراء كل أحلامي. أنا ممتن للغاية للثروة التي ستأتي في حياتي. لا توجد حدود لمقدار الثروة التي يمكنني امتلاكها. أصبح أفضل وأفضل كل يوم. لدي القدرة على تحقيق كل أهدافي. أنا أنشر المحبة والرعاية لمن حولي. أنا هادئ. لدي ثقة في إمكاناتي. أنا صديق حقيقي. أنا أستحق الصحة والطاقة الإيجابية والهدوء. عالمي مليء بالجمال والثروة. أنا إنسان رائع. أنا شخص إيجابي مع مشاعر إيجابية لنفسي وللآخرين. أنا أشع بالطاقة والحب. لدي القدرة على خلق حياة جميلة. أنا كائن رائع وأختار أن أحب نفسي وأحترمها. أتعلم من كل ما يحدث في حياتي. أدرك أن الأخطاء هي دروس وأتعلم من كل منها. أنا مصمم على بذل كل جهودي لتحقيق أهدافي. أنا أحب وأقبل كل فكرة وشعور. أتواصل مع الجميع بالحب وأعلم أنه في المقابل سأحصل على نفس الشيء. أنا محبوب وأنا في سلام مع كل ما يحيط بي. أنا أخلق السلام في قلبي وفي روحي. اخترت أن أحرر نفسي من كل المخاوف والشكوك المدمرة. أنا في سلام مع نفسي وجميع الأشخاص المحيطين بي. أنا منفتح على الحب والسعادة. أتغلب على أي عقبة بكل سهولة ووعي. تصبح حياتي أكبر وأعظم مع كل يوم يمر. أنا أحب وأحترم جسدي. أنا أستحق كل ما هو جيد. أنا قوة الإنتاج والإبداع. أنا مزيج فريد من الحب والقوة. أنا بصحة جيدة ونشط. الكون يحبني ويدعمني ويجلب لي فقط التجارب الإيجابية في حياتي. أنا أرحب بكل نجاح أحققه. أنا أتعلم باستمرار من أخطائي. كل ما أحتاجه يأتي إلي دون عناء في الوقت المناسب واللحظة المناسبة. أنا سعيد بسني. أنا أعيش في هذه اللحظة. أنا الآن. جميع علاقاتي متناغمة لأن حياتي كلها مليئة بالتقدير والامتنان. أنا جميل من الداخل والخارج. أنا على دراية بأخطائي وأختار أن أقبل نفسي تماما كما أنا. أركز فقط على حياتي وأدع الآخرين يعيشون حياتهم.
أنا موهوب ومميز، أنا إيجابي في كل ما أفعله، لا توجد منافسة لأننا جميعا مختلفون، وهذا ما ينبغي أن يكون. أنا شخص مميز، أحب نفسي، كل شيء على ما يرام في حياتي. أنا شخص رائع، حكيم وجميل. أنا أحب كل ما أرى. رحل الماضي، أبقى في الحاضر وأستمتع تماما بكل لحظة. أنا أصنع واقعي الخاص. أنا منفتح تماما على أي تغييرات في حياتي. أنا أحب النور والسعادة، مستقبلي مشرق. أنا أعتني بكل ما أملكه، عقلي، جسدي، وروحي، ومشاعري. أنا فعال في عملي. أنا محرك للإنتاج والعمل الدائب. أنا أصنع نجاحي الخاص. أجذب الوفرة في حياتي. أنا دائما أتابع كل خططي. أنا أستحق الوفرة في كل ما أفعله. أنا أتفاعل بحكمة مع أي تحدي قادم في طريقي. أنا أؤمن بقوة التفكير الإيجابي. أنا مبدع. أنا مهم. أنا محترم. أنا مليء بالطاقة والتصميم. أنا على دراية بقيمتي ولا أدع الآخرين يحبطونني. أستطيع أن أفعل كل ما أريد. أنا ناجح في كل أفعالي. أنا حر في أن أكون نفسي. أنا أستحق أن أكون محبوبا ومحترما من قبل شريك رائع. أجلب صداقات طويلة الأمد في حياتي. عقلي متأكد من أن تتحقق الأمنيات. أنا متواضع ومستعد دائما للتعلم. أسامح نفسي على أي خطأ ارتكبته. أنا أتعامل بحب في أي موقف. أنا أتحكم في كل ما أفكر فيه وأفعله. أواجه أي تحدي بشجاعة. أنا أركز على الحاضر. أنا محبوب. حياتي غنية بالصحة والسعادة. أنا أقبل كل من حولي. أنا معجزة. أنا قوي. أنا بلا حدود. أنا أعتني بمودة بمعبدي الذي هو جسدي. السعادة موجودة في كل فكرة لدي. كل يوم هي هدية وأنا أقبلها بامتنان. أنا حر في العيش في الحاضر وبناء مستقبل مشرق. أنا أستمتع بكل عملية لتحقيق أحلامي. أنا عطوف وشجاع. أشفي نفسي من أي إحباط وقلق. أنا بأمان. ذهب الماضي وأنا أركز فقط على الحاضر. شخصيتي تنضح بالثقة. أنا بصحة جيدة ومليء بالثقة. لقد أنعم الله علي بعائلة رائعة وأصدقاء رائعين. أعترف بقيمة نفسي. كل ما يحدث الآن في حياتي يحدث من أجل مصلحتي النهائية. أنا مصدر القوة. أنا غير قابل للتدمير. أنا واثق من أن كل شيء سيء سوف يمر وسوف يترك لي درسا ثمينا. أنا واثق من أن كل شيء سيء سوف يمر وسوف يترك لي درسا ثمينا. مستقبلي هو إسقاط مثالي لما أتخيله الآن. أنا مدعوم من الكون وأنا أحقق أحلامي. أنا كائن مسالم وهادئ. أنا أقهر مرضي. عقباتي تخرج عن طريقي. عقباتي تتنحى عن طريقي. طريقي منحوت نحو النجاح. أنا قوي ولدي الوضوح في ذهني. إن مخاوفي من الغد تتلاشى ببساطة. أنا في سلام مع كل شيء وكل شخص يدخل حياتي. أنا كائن مؤمن بالله ومتوكل على الله. أنا كائن مؤمن بالله ومتوكل على الله. حياتي بدأت للتو.
الحياة تحبني، أنا ممتاز في كل ما أفعله، أنا أستخدم إمكاناتي الكاملة وأجذب فقط النتائج الجيدة. أفكاري هي فقط أفكار، والأفكار يمكن تغييرها. عقلي مليء بالأفكار الإيجابية، وهذه الأفكار هي التي تصنع مستقبلي. أنا في طور التغيير الإيجابي. أنا مرتاح بالنظر في المرآة قائلا: أحبك، أحبك حقا. أنا أحب نفسي وأطلق سراح نفسي. كما أقول نعم للحياة، الحياة تقول لي نعم. أنا قادر على تجاوز مخاوفي وقيودي. أنا مهتدي ومحمي بشكل إلهي في جميع الأوقات. أستجمع قوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في سيرورة الحياة. إنني راض تماما عن كل ما أفعله، لأنني أسامح نفسي، وبذلك يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأحقاد. أنا بئر لا حصر له من الحب. أزدهر أينما ذهبت. أنا معجزة، وحياتي هي نفسها مثال لذلك. كل ما أحتاج معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب. أنا في وئام. أنا سعيد وبصحة جيدة. جسدي يتماشى مع ما أشعر به وأفكر فيه. أنا مصدر إلهام للآخرين. أنا أعمل بجد وأركز على ما يجب أن أفعله. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا مستمع جيد، الناس تثق بي. أقبل الماضي وأتجاوزه. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص أواجهه اليوم لديه مصلحتي في القلب. أنا محاط بأناس رائعين. أحب أصدقائي. أنا متوازن عقليا وجسديا. أنا أملأ ذهني فقط بأفكار إيجابية. أنا بصحة جيدة وكاملة. جسدي هو منزلي، وأنا مرتاح في منزلي. أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين، فهو مفيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي. أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي. أنا أجد الحب في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني، تركتهم يذهبون بسهولة. أنا مثالي كما أنا. أنا أثق في حدسي. أنا دائما أستمع إلى جسدي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لأنني مثالي. أنا شخص إيجابي، فأنا مشترك فقط في علاقات صحية. أنا دائما أعامل بشكل جيد. ليس علي إثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من مساحة قلب المحبة، وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب. أنا في وئام مع الطبيعة. أرحب بالأفكار الجديدة. لا يمكن لأي شخص ولا مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون، والحياة تحبني وتدعمني. أختبر الحب أينما ذهبت. أنا سعيد بهذه الطريقة في العيش للوصول إلى أهدافي. أنا صبور في كل نشاط أقوم به. جسدي بصحة جيدة. عقلي لامع. روحي في سلام. أنا ممتلئ بالطاقة وممتلئ بالفرح. أنا موهوب وأستخدم هذه الهدية كل يوم. أنا أغفر لمن يؤذيني، وأنا انفصلت عنهم بسلام. أنا إنسان محب.
أتقدم في كل ما أفعله بشجاعة المحبة واللطف. أنا شجاع، والطاقة الإبداعية تتدفق من خلالي وتقودني إلى أفكار جديدة ورائعة. أنا سعيد بإنجازاتي والنعم التي أعطيت إلي. لدي إمكانات لا حصر لها للنجاح في حياتي. أفكاري مليئة بالإيجابية وحياتي مليئة بالازدهار. أنا على دراية بعاداتي وأعمل على تحسينها باستمرار. أنا معجب بكثير من الناس الذين ينظرون إلي ويعترفون بقيمتي. الصحة والحيوية والسعادة تحيط بي باستمرار. أنا مدرك تماما لمشاعري بغض النظر عن الظروف. أنا أستحق أن أكون محبوبا، فأنا أستحق أن أحترم. أنا أستحق أن أعيش حياة سعيدة. أنا جدير بالاستحقاق. أنا جميل والجميع يحبني ويحترمني. أنا أثق في حكمتي الداخلية. أنا أثق في غرائزي. أنا بأمان. أنا محبوب تماما من قبل المحيطين بي. الأشخاص المحبون موجودون في حياتي ويملؤونني بالتوازن والانسجام والتفاؤل. أنا رائع. أنا كريم. أنا أنيق. أنا ساحر. لدي قلب ممتن يستمر في جذب كل الأشياء التي أرغب فيها بشدة. العالم مكان رائع لأكون فيه، وأنا أستمتع برحلتي الحماسية على هذا الكوكب. أنا محاط بالحب والفرح في كل مكان أذهب إليه. أنا إنسان مبدع ومبتكر. أنا على استعداد للتغيير. أنا مطهر من الأفكار السلبية أو العادات السيئة. أعبر كل الجسور بفرح وسهولة. أطلق كل الدراما من حياتي. أنا في وئام تام مع نفسي. أقبل خطاياي وأتعلم منها. أنا أوازن في الحياة بين الراحة والعمل. أنا شجاع، أواجه الخوف بقوة ولطف. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أقضي الوقت مع الناس النشطاء الإيجابيين. أنا مسالم بالداخل وأشاركه مع الآخرين. أدرك أن كل يوم هو هدية مقدسة من الله. أعيش بشكل كامل وأستمتع بكل لحظة. أنا شجاع بما يكفي لأعيش أحلامي. أطرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل من في الماضي عن كل الأخطاء المتصورة وأطلق سراحهم بالحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية غريبة عن حياتي. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي. أنا أمد جسدي بالأطعمة الصحية فقط. جسدي هو درعي. حياتي تتحسن طوال الوقت. أنا واثق. حياتي تتحسن طوال الوقت. أنا واثق وأعبر عن رأيي. أنا أعيش في جنتي الخاصة بي. إن الصحة الكاملة هي حقي وأنا أحمد الله عليها. أنا أتراجع عن كل الانتقادات. أنا في رحلة متغيرة باستمرار. أنا ممتن لجسدي السليم. أحب الحياة. أنا محبوب. يتدفق الحب في جسدي كله ويتطهر من أي مرض يصيبه. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي قيد المعالجة بالفعل. أنا على استعداد دائم لمعرفة أن هناك دائما متسع للمزيد. أعيش الآن في ضوء الحب والفرح بلا حدود. أصبح محبوبا أكثر كل يوم. أنا أتخلص من كل صدمات طفولتي. أنا أعيش الحاضر. أنا أستحق كل ما هو جيد. أنا أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. أرفض الاستسلام لأنني لم أجرب كل الطرق الممكنة. أستحق الأفضل وأقبل الأفضل الآن. وجودي هو قوتي.
أنا مخلص لكل ما أقول أنني سأفعله، أفعالي تتماشى تماما مع أقوله. تسعدني وحدتي، أنا هدية كبيرة جدا في هذا العالم، لا أشعر بالأسف على نفسي، أركز على التنفس وتهدئة نفسي. أنا بأمان وسلم وأتبع قلبي وحدسي، أقوم بالاختيارات الصحيحة في كل مرة، أنا أثق بنفسي. أنا طفل فريد من نوعه في هذا العالم، أنا مميز مثل أي شخص آخر يعيش على هذا الكوكب، أنا مهم وما يجب أن أقدمه لهذا العالم مهم أيضا، أنا مثقف جيدا، أفعل كل ما في وسعي للمس أحلامي طالما أنني لا أؤذي من حولي، أنا أتنفس الهدوء وأتخلص من التوتر، كل حالة تعمل لصالحي، أشياء رائعة تتكشف أمامي، الحب هو القاعدة الذهبية، أنا أصبح أفضل وأفضل كل يوم، أنا أحب كل ما أقبل عليه وما لا أستطيع السيطرة عليه، لدي مساحة معيشة مثالية، لدي تعاطف مع الجميع، وأنا واثق من أن الكون يظهر لي كل يوم اتجاه المكان الذي أحتاج إلى التحرك فيه. أحب أفراد عائلتي تماما كما هم ولو أحاول تغيير أي شخص، أنا محبوب ومزدهر كل يوم، أنا لا أغرق في الأشياء الصغيرة، أنا مغامر، تغلبت على المخاوف باتباع أحلامي، أنا أطعم روحي وأقوم بتدريب جسدي وأركز عقلي، إنه وقتي الآن الذي سأظهر فيه إمكانياتي، أنا مسؤول عما أشعر به وأختار السعادة دائما، أنا بطل نفسي الخارق، لن أقارن نفسي بالآخرين، أنا أختار ولا أنتظر أن يتم اختياري، لدي القدرة على إحداث التغيير، تركت كل ما لم يعد يخدمني، أنا أسامح نفسي على كل الأخطاء التي ارتكبتها، لقد تركت غضبي حتى أتمكن من الرؤية بوضوح، أنا عادل وأتحمل المسؤولية إذا كانت ردود أفعالي السيئة تؤذي الناس من حولي، أنا ذكي أستبدل غضبي بالتفاهم والرحمة، أقدم اعتذارا للمتضررين من غضبي، قد لا أفهم الخير في هذه الحالة لكنه موجود، أنا متفائل، أنا أحمد الله في كل الأحوال، اخترت أن أرى الخير والإيجابي في كل حالة، أنا متواضع، أطلب المساعدة والتوجيه إذا لم أستطع رؤية طريقة أفضل، أرفض الاستسلام لأنني أعلم أن لدي الأدوات اللازمة للنجاح.